السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. اتفضل. تسمح لي حضرتك ان انا اتناقش معاك في فتوى حضرتك قلتها؟ في الاشارة ولا في غيرها؟ لا لا لا. لا ابشر ابشر، ما في اي مشكلة، اتفضل. بالنسبة للشقق اللي هي بتتباع على المخططات. نعم. هو العقد، عقد البيع الابتدائي بيتضمن بيع حقيقي، لان هو بيبيع حصة من الارض. يعني هو بيتنزل لك رسمي عن حصة من الارض اللي هي ملكه، فهو كده في شيء. لا شيء هقول لك الان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا قصدي من الشراء شراء شقة، شقة لا شراء أمطار، هذا القصد الأعظم، شراء شقة وبالتبع فيها أمطار، لكن الأصل شراء شقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذه ليست عندي. أنا ما دخل، يجوز لي أن أنا أدخل وأقول لك يا صاحب الأرض أنا أريد منك شراء 7 أمتار، خذ فلوسهم وأعطيني 7 أمتار، هذا ما فيش فيه إشكال. لكن أنا ما ندخل بهذا القصد، أنا داخل أصالة لشراء شقة. فمعذرة، المقاولون يبتزون أموال الناس، وبعد ذلك تأتي مئات المشاكل ولعلها لا تخفى عليك. لا حبيبي، أنا أقول لك شيء، كيف ستجيب على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك؟ السلام عليكم. يعني للأخ بس أزيدكم من يعني داخلين في مشكلة مع واحد اشترى شقة من عدة سنوات على مخطط وأعطاه 1,000,000 جنيه، قال خلاص أنا أشتري شقة في الدور الثامن، شقة تجاري عشان أعملها عيادة. مرة سنة سنتين ثلاثة على ما أخذ التصريح، بعد ما أخذ تصريح البناء قالوا له ما في الدور الثامن شقق عيادات، التجاري يكون في الدور الأول والثاني فقط. طب ماذا نصنع الآن؟ ذهبت الفلوس. قال خذ فلوسك. قال أنا مديلك 1,000,000 جنيه من 3 سنوات تعطيها لي الآن، كيف ذلك؟ تدخل المشاكل كله من خلال لمخالفة حديث رسول الله لا تبع ما ليس عندك.